اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم ايه الموضوع، معكم مديحه حمدي وحازم حمزه. للتواصل مع البرنامج على الارقام الموجوده على الشاشه. ازيك يا حازم؟ ازيك يا مديحه؟ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ايه الموضوع. في البدايه برحب طبعا بك يا مديحه وبالساده المشاهدين وبضيوفنا الاعزاء الاستاذ احمد يسري المطرب المعروف، استاذ سيد ربيع عازف الكوله الشهير، استاذ خالد سيد عازف الاورج. اهلا وسهلا. في البدايه يا استاذ احمد، عايز حضرتك تعرف نفسك للساده المشاهدين. انا احمد يسري، حاصل على المركز الاول على مستوى الجمهوريه في الانشاد وفي الطرب في الاعوام الماضيه، وسافرت فرنسا وايطاليا وصربيا وتونس مع فريق للانشاد الديني، والحمد لله من ذوي الاحتياجات الخاصه، دي حاجه بفتخر بيها طبعا، وماشي في نجاحات في الفن بتاعي. عايزين نسمع بحبك وحشتيني لحسين الجسمي. من هنا خصوصا ان هو ملقب بحسين الجسمي المصري، اتغيروا بقى الغلابه. اتفضل يا استاذ. اتفضل. ما شاء الله. انا طبعا اعلمك واعلم انك انت صوت ما شاء الله مساحات واسعه، مطرب معروف من ذوي الاحتياجات الخاصه، وطبعا اوبرالي اصلا. تمام، انت نورتنا. طب بس طبعا عشان خاطر طبعا ما شاء الله عليك، انا صوت قوي ومساحات عاليه، عايز اسمع هو صحيح الهوى غلاب لام كلثوم. من عين. لو تسمع اتفضل.
ازاي بقى موهبتك الحلوه دي في الغناء؟ هي طريقه غريبه شويه بس انا كنت زمان اختصارا طبعا كنت بتفرج على افلام هندي كتير. كان في فتره الافلام الهندي كانت بتيجي طول شهر رمضان فكنت اسمع الاغنيه الهندي بالليل اعيدها تاني يوم في المدرسه في الفصل. طب عايزين نسمع تعالى ادلعك اللي بهاء سلطان. استنى طيب انا بهدى عشان خاطر الاغنيه دي طلبها رويده بنتي ومش عايز عمنا جوشو يعني يهدى علينا شويه. رويده بنتي اهديها الرماس لعبد الرحمن حازم. اتفضل. واحنا كمان بنهديها لاولاد استاذ حازم. استاذ رويه طارق طبعا كانت معانا في اعداد الحدث. اتفضل تعالى ادلعك. يلا بينا. مش هتعيبك كل مكان هيعجبك تعالى بحلفك قول لي مين معرفك لو كنت انت مكاني عمري ما كنت هكسفك ثلاثة بالعظيم نهاوك عظيم خلفنا واختلفنا موضوع قديم ثلاثة بالعظيم نهاوك عظيم خلفنا واختلفنا موضوع قديم جاي لبني يا صافية وقلبي ما شاء الله عليك. انا عارفك طبعا ما شاء الله يعني انا مش هنزهق منك النهارده. انا ممكن اغني للصبح. تمام. طب مين اول حد دعمك في موضوع الغناء؟ طب نسمع منه حليم في الاول. طيب بعد اذنك نسمع اي دعم حزن. تمام لو تسمح. هقول لكم المقطع المشهور بتاعها. هنا من كام سنة من كام سنة دنيا الهنا بطب بنا من كام سنة الآن جاي الزمان Yeah.
انا مصر اعرف مين دعمك في الغناء ومين شجعك. والدتي طبعا، ثم اصدقائي. طيب اكتر اغنيه بتحبها ايه؟ في اغاني كتير قوي. الورده، في اغاني الورده طبعا. اكدب عليك، بعد اذن الاستاذ طبعا. اكدب عليك، انا بحب اكدب عليك. يلا بينا. اكتب عليك، 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 لو قلت بحبك لسه اكتب عليك، واكتب عليك، لو قلت نسيتك هنسى اكتب عليك، اكتب عليك، لو قلت بحبك لسه اكتب عليك، اكتب عليك، لو قلت نسيتك همسه اكتب عليك، قم على انا ايه، قول لي انت انا ايه، اختار لي فرقه نرسى عليك، قم على انا ايه، قول لي انت انا ايه، حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي، قول يا حبيبي، قول قول يا حبيبي، قول قول يا حبيبي، قول يا حبيبي، قول قول يا حبيبي. احسنت. الله الله الله، ان شاء الله على صوتك. الله الله الله. لو في وقت انا عايز اقعد معاك للصبح برضه، ومصمم على ما بزقش منك بصراحه يا حبيبي. طيب عايزين بقى نرجع للزمن الاصل الاصيل، سيد درويش. اهو ده اللي صار. ممكن. لو تسمح. نعم. لو في وقت يا استاذ، لو في وقت. في تمام. اتفضل يا فنان. اتفضل. Yeah.
نسمع حاجة الميادة لو تقدر تغنيها. ميادة أنا بعشقك. إيه رأيك؟ حتى لو من غير مزيكا عادي. طيب تمام. أنا بكره لك وبعده لك انا في فؤادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني الله 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 مش عايزين نخلص معاك وانا مش عايز طيب يعني عايزين اغنيه على ذوقك اغنيه على ذوقي اه ممكن نقول حاجه فيها بهجه كده وفرح يعني بشرة خير ولا خلال الختاب دي بشرة خير نختم بيها حاجه كده حاجه فيها ختام طيب لا مش ختام حاجه فرح حاجه فيها بهجه هي الاهداء لكل سيده طبعا وكل بنوته حبيبه اهلها نقول صحبة الصون والعفاف أجمل وحدة في البنات اللي عمري ما قلبي شاف زيها في المخلوقات تسمحي لي برقصة غادية تسمحي لي بقربي منك حلم عمري تكوني راضية يا حبيبتي بس عني يا خلاصة الجمال يا نشيد العاشقين يا إجابة عن سؤال كان ناقص في الله. ايامك اللي جايه في حياتك العمليه الله 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 نفسي ربنا يكرمني واكون على الساحه الفنيه والغنائيه خصوصا ان انا زي ما قلت لحضرتك في الاول ان انا اول جمهوريه انشاد وطرب طب انت حاولت طيب انك انت توصل مكان معين او كتير بصراحه طب ليك اغاني خاصه بيك طبعا طبعا ليا بتاع 5 اغاني او 4 اغاني خاصه بي في اغنيه انا اللي مالفها وانا اللي ملحنها وكانت كانت المدام ملحن كمان وفي عدد المواهب وفي اغنيه وطنيه وفي اغاني الاستاذ المبدع وليد سالم اه طبعا الاستاذ وليد سالم ده حبيبنا كلنا طبعا اه وفي طبعا يعني. اغاني ليا مع فريقي انغامنا الحلوه ركة حياه الاستاذ وليد سالم طبعا على دماغنا هو في وقت نسمع عايزين نسمع بشرة خير بس كامله بشرة خير
لا كاملة؟ خلاص الحلقة ما شاء الله ما حسيناش بيها. هم حتى في الأجازة وهنختم بقى ببشرة خير. من عينيا. يلا. شباب الاسكندراني لما دي لمت رجال ولا اجي مع السواجي والقيناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبل بمال ما توصيش السوايس الدنيا عايزة كده كده واللي اسمع علاوية يا مكاد والعيدة كلمني على الشرق ووحدة ويا البعض يا ووحدة ويا بعض يا اقوى واملك طبعا بشرة خير والله. احمد يسري انت استاذ الرجاء والعازفين معانا شكرا نورتونا الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله يوم الخميس القادم انتظرونا انتظرونا.